دعانا بأمره الإلهي كن مقدسين لأننا قدوس، وأفاض في قلوبنا روح القداسة وجعلنا هياكل له. نسأل مراحمك أن تجعلنا أمناء لهذا الروح المحيي، وتنير منا العقول ندرك تدبيرك الخلاصي، ونعمل بحسب ما يرضيك كل أيام حياتنا، لأنك أنت هو مصدر كل قداسة، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود. أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى الآن الآبين. آمين. الرب قد ملك والجلال لبس، لبس الرب القدرة وتلطف بها. طاروا الممالك وعملوا البر ونالوا
أفواه الأسود وأطفأوا قوة النار ونجوا من حد السيف وتقوا من ضعف وصاروا أشداء في المثال وكسروا معسكرات الأجانب واسترجعت نساء أمواتهن بالقيامة وآخرين قد عذبوا بتوتير الأعضاء والضرب ولم يقبلوا النجاة ليحصلوا على قيامة أفضل وآخرين قد كفوا الهزء والصياط والقيود أيضا والسجن رجموا نشروا امتحنوا ماتوا بحد السيف ساحوا في جلود الغنم والمعز معوزين مضايقين مجهودين ولم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الارض فهؤلاء كلهم المشهود لهم بالايمان لم ينالوا الموعد لأن الله قد سحق فنظر لنا ولا فالمصغي قال الرب لتلاميذه كل من يعترف به قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات لا تظن أني جئت لألقي على الأرض سلاما لم آت لألقي سلاما بل سيفا لقد جئت لأفرق الإنسان عن أبيه والابنة عن أمها والكنة عن حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو بنتا أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني فأجاب بطرس وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعنا فما عسى أن يكون لنا فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنتم الذين تبعتموني في عهد التجديد متى جلس ابن الإنسان على عرش مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 عرشا نحن أحد الماضي قدسنا العنصرة والثانية كانت تنين العنصرة اللي صار بعد العنصرة أنه التلاميذ انطلقوا بالرسالة ولكن كيف عاشوا الرسالة التلاميذ؟ من جهة العظات بالكلام وما نشوف عدة عظات لبطرس وبولس وغيره في أعمال الرسل بنشوف أيضا نرى أيضا ناس عم بتغير حياتها ناس عم تتوب ناس عم تتعمد ولكن يسوع لما كان عم ينادي باحترام ملكوت السماوات كان يقول لهم لقد اقترب ملكوت السماوات فتوبوا وامنوا بالبشاره ولكن شو كانت علامات اقتراب ملكوت السماوات يعني اقتراب يسوع المسيح اقتراب خلاص اقتراب مجد الله اقتراب الكنيسه الى اخره شو كانت العلامات انه ملكوت الله بلش ينتشر في الأرض كان أولاً طرد الشياطين طرد الأرواح الشريرة ثانياً أعمال الرحمة الغفران ثالثاً الشفاءات شفاءات مرضى المخلع العام الأبرص مرض الناس مرض الناس الموتى يقومون يسوع لما أعلن بدء الملكوت كان في علامات ظاهرة العلامات ما كانت
كانت فقط كلمات جميلة. يسوع ما فقط حكي كلام جميل، لكن كلامه إنه قام بأعمال ولا حدا قبله عملها، ولا حدا بعده قدر عملها من الكلام. التلاميذ لما تابعوا الرسالة بعد العصر مباشرة كانوا بيقولوا أعمال الرسل، كانوا يتمنوا ولو أن يقع ضد بطرس، خيار بطرس على المرضى ليشفوا. فالرسل ما تابعوا الرسالة فقط لإعلان الكلمة ولا بالصلاة على تقسيم وطرد الأرواح، ولكن الرسل أجروا عجائب أيضا. إذا بنفحص شوية الرسل ما كانوا من الموت، اشفي عبيدك هؤلاء أيضا من الأمراض النفسية والجسدية المستحوذة عليهم، وأحيهم بنعمة مسيحك بحسب ما يرضيك، ليقدموا لك الشكر الواجب لأعمالهم الصالحة. بشفاعة سيدتنا والدة الإله الفائقة القداسة الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين، لأنك أنت ينبوع الأشفياء يا إله، وإليك نرفع المجد أيها الهاب.